السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قاعدة خفيفة كده وسهلة وبسيطة هنشرحها عشان الناس اللي موجودة عندهم في المنهج بتاعهم. قاعدة الـ imperatives او امتى بستخدم الـ verb infinitive. بستخدم الـ verb infinitive في بداية الجملة علشان ادي امر order، او ان احنا نحذر حد، او ندي لحد نصيحة، او نطلب من حد طلب. طيب ايه هي صيغ الـ imperatives؟ صيغ الـ imperatives هي الـ verb infinitive بدون اي اضافات. ببدأ بالفعل أو ببدأ بيه الجملة بتاعتي بدون to، يبقى أنا ببدأ الجملة بتاعتي بالverb infinitive بدون to. طيب السهل خالص جدا اللي احنا طول عمرنا متعودين عليه، إن أنا بدي لحد order سواء كان affirmative أو negative. ببدأ بالverb infinitive على طول، أو don't والinfinitive. وطبعا ده لسبب واضح جدا، ان احنا دايما لما بنأمر حد او بندي لحد نصيحة او بنحذر حد من حاجة او بنطلب من حد طلب، كل الحاجات دي انا بعملها مع يو، بعملها مع يو، ويو ده انا بكلمه في الوقت الحاضر يعني present simple. عشان كده بنستخدم الverb infinitive بدون اي اضافات. طيب زي ما اجي اقول لحد مثلا ايه، come here، تعالى هنا. طب عايز اقول لحد ما تتحركش مثلا من مكانك، فهقول له don't move. يبقى إما أن أنا بستخدم الـ verb infinitive ببدأ بيه الجملة على طول، أو don't will infinitive. طب تعالى لما نشوف مع بعض حالات بسيطة جدا 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 للقاعدة دي، وتقريبا دي أول مرة ناخد فيها حالات أصلا. طول عمرنا بناخد أن هو الـ imperative، أو أن احنا ندي لحد order ببدأ بالـ verb infinitive أو don't will infinitive. طيب قالك أن أنا ممكن لما أكون حابب أأمر حد أو أتكلم مع حد، أودي لحد أوردر أو أطلب من حد طلب، بس أنا معاهم، أنا دخلت معاهم في الموضوع، قالك بنبدأ الجملة بلتس، بنبدأ الجملة بتاعتي بلتس. تمام كده؟ لتس وإيه؟ لتس والإنفينيتيف. عايز أقول مثلا يلا جماعة نلعب كورة، فهقول لتس بلاي فوتبول. يبقى طالما استخدمت لتس، لتس دي أصلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن لت أص. قصدي إيه؟ قالك قصدي اللي هي ضمير المفعول أو الأوبجكت بروناون من وي. يبقى طالما وي يبقى انا معاهم، لان وي دي معناها اي حد، وانا يبقى let's play football. let's والمصدر معناها يلا يا جماعه انا كمان معاكم. طيب نفس let's اللي احنا لسه قايلينها let's play football، لو انا عايز اقول لا يا جماعه احنا مش بلاش نلعب كوره، هحط هنا نوت وخلاص، let's not play football، let's not play football. تمام كده؟ طيب زي ما اتفقنا مع بعض علشان ادي لحد order يبقى انا هبدأ بالverb infinitive على طول. طب انا ممكن عشان اوضح كلامي لو انا بتكلم بس، طبعا احنا ده مش علينا speaking، احنا علينا كجرامر اكتر في المنهج، بس يعني لو انا بحذر حد من حاجة فالستريس في كلامي بيبقى على اوله، watch out. لو انا بحذر حد من حاجة هعمل stress على بداية كلامي وانا بتكلم، watch out watch out، تحس ان out كده جاية ايه، خفيفة. تمام؟ طيب لو انا بدي نصيحة لحد، لا، الستريس في كلام بيكون مفيش اصلا، النصيحة ما بيكونش فيها اي ستريس في كلام. يعني مثلا هقول لك eat an apple، كل تفاحة، it's much better for you than a biscuit، كل تفاحة احسن ليك من البسكوتة. طول الريتم بتاع كلامي انا ما عملتش ستريس على اي حاجة، انا بديك advice، بديك نصيحة بمنتهى الهدوء. لكن في الورمن، في الورنينج سوري، في التحذير لازم اعمل ستريس على بداية كلامي، watch out look out don't cross، يبقى انا بعمل ستريس على بداية كلامي. دي مش هتبان قوي في جرامر يعني. تمام؟ طيب تعالى لما نشوف المجازينز او المجلات، لو عايزة تدينا order، لو بيدونا مثلا نصايح على سفر مثلا او على الامتحانات او اي حاجة، بيكلموني ازاي؟ بيقولولي ايه؟ قالك بيقولولي do والمصدر او الانفينيتيف او don't والانفينيتيف. ايه ده؟ ازاي do والمصدر؟ يعني انا ممكن اقولك مثلا do study hard، ذاكر كويس، بتستخدم هنا كتأكيد للكلام. كتأكيد للكلام، لما يقول لك مثلا نصايح للسفر فيقول لك مثلا ايه، do drink plenty of water، جرب كده تشرب مياه كتير، do drink. فين الحاجة اللي انا مطلوب مني ان انا اعملها؟ drink. طب ليه do دي مجرد تأكيد مش اكتر، او صيغة بس ايه، مجلات، يعني صيغة مجلات وكتب يعني.
اوكي طيب، قال لك لما بكون من الحاجات برضو اللي بستخدم فيها الامبيراتيفز هي الريكوست، الطلب، عشان اطلب حاجه من حد. وقال لك عشان اطلب حاجه من حد طبيعي ان انا هبدا كلامي ببليز، مثلا بليز جيف مي سام او جيف مي سام واتر. يبقى انا برضو بدات بالفيرب انفينيتيف بس قبله حطيت بليز ادبا، يعني مش اكتر من كده. اوكي طيب، زي ما استخدمت من شويه دو في المجازينز، انا ممكن استخدمها لتاكيد الامر في العادي. يعني مثلا حد عمال كده يعلي صوته في الكلاس مثلا، فانا قلت له مره بي كوايت، خليك هادي، لقيته ما سمعش الكلام، فقمت قلت له ايه، دو بي كوايت، ما نهدى بقى كده شويه، تمام، دو بي كوايت. فانا باكدت كلامي اكتر باستخدام دو في البدايه ومعاها بي. طيب قال لك في الاوامر الكتابيه او في الرايتنج اوردرز، في الاوامر اللي انا المكتوبه غالبا بنستخدم كلمه كايندلي في الاول كادب يعني او كذوق. مثلا كايندلي ريتيرن ذا بوك، كايندلي ريتيرن ذا بوك، من فضلك رجع لي الكتاب. اوكي يبقى احنا الحالات اتكلمنا عليها النهارده ان احنا كده كده هنبدا بالفيرب انفينيتيف على طول، تمام، لو كانت جملة عادية خالص. ممكن قبل الانفينيتيف ده نحط بقى حاجات، اما نحط let's او let's not، ممكن نحط do للتأكيد او do not للنيجاتيف، ممكن نحط please او kindly لو كان الامر اللي عندي مكتوب. اوكي هي دي كل حالات الامبيراتيف. الحاجة بس الزيادة ان احنا في الورنينج، في التحذير، بنعمل ستريس على بداية كلامنا، بتقل، بعلي صوتي شوية، look out، watch out، don't cross، وهكذا. يلا بينا نحل ونشوف بنحل على القاعدة دي ازاي. طبعا زي ما تعودنا القاعدة مشروحة بالتفصيل الممل زي ما انا شرحتها بالظبط 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 على البورد. يلا بينا نحل. open your book، بنبدأ بالverb infinitive. go upstairs، swim in this lake. طيب انا عندي هنا swim، سوري بقى لازم نقرا بقى، يعني بصوا بقى انا وقعت في غلطتكم اهي. swim ولا don't swim ولا not swim in this lake؟ طبعا في البحيرة احنا اصلا ما بنعومش، فهقول don't swim in this lake. طيب you your homework، يبقى do your homework. طبعا هو هنا ملخبطني بحتة to do دي، لا احنا بنستخدم الverb infinitive على طول، اما نحط قبله let او let's not، let's او let's not او don't او do، بس كده، او please او kindly لكن to بقى والمصدر والكلام ده لا. طيب 205 football in the garden، play football in the garden brush your teeth during the lesson، يبقى don't talk، ما تتكلمش في الفصل. طيب feed the animals in the zoo، read the او the instructions your mobiles، يبقى switch off your mobiles. طب تعالى ما نحل rewrite او مش rewrite، هو بيقول لي rewrite the following sentences using imperative forms، يعني هنستخدم الطرق اللي احنا قلنا عليها. you can't step on the grass، يبقى هقول له don't step on the grass you should have a job. طيب الحاجة ال advice هقول له ايه، هقول له have a job او do have a job، بأكد على كلامي بس مش اكتر. you mustn't stop now، يبقى don't stop now او don't stop now. you must go to bed، يبقى هقول له go to the bed او go to bed. you should get up early، يبقى هقول له get up early. you mustn't stand here، يبقى هقول له don't stand here. she can have a drink، هقول have a drink على طول. they must clean the carpet، هقول clean the carpet. we needn't wait for him، يبقى هقول don't wait for him. we must have a shower first، يبقى هقول have a shower first. you can't bark in this street، هقول don't bark in this street. you must be here soon، هقول be here soon او do be او do be here soon. ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو عشان كل زمايلنا يستفيدوا والشرح يوصل لكل الناس، ونعمل سبسكرايب للشانل عشان يوصل لنا كل الشرح. مع السلامة.